السلام عليكم. في برنامج اسمه اكتيفيتي ووتش، ده البرنامج ده بيبقى شغال في الخلفيه مع الساعه وبيراقب كل الحاجات اللي بتشتغل عليها. ايه الحاجه اللي هي ظاهره فوق كل البرامج؟ ممكن تكون تفتح البرنامج بس شغال عليه، شغال على المتصفح او على اللعبه، فهو بيشوف ايه الحاجه اللي هي على التوب تقدر تدوس عليه، فبيبدا يفتح، فيبدا يعمل لك اناليسز للشغل بتاعك طول اليوم او طول الاسبوع او طول السنه، يقول لك ايه اكتر وقت بيضيع على ايه. تمام، يعني تقدر تشوف مثلا اكتر حاجه تقدر تقول له قول، فيبدا يجيب لك كل حاجه، او تقول له ورك او ميديا او تقدر تعمل فلتر الحاجات، فيجيب لك سامري للحاجات اللي شغال عليها على الويندوز، البراوزر، الاديتور، التايم لاين، يبدا يجيب لك انت كنت طول الوقت كنت شغال ايه، البرامج اللي انت كنت شغال عليها اغلب الوقت.